السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأذان الثاني ويرفعه السيد محمود حسين شحادة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا الله. ترجمة لفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد بكار. الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة اللهم اجعلنا منهم خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هذا في سورة الأحقاف. وفي سورة أخرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يا رب أكرمنا بذلك، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. منينها الضيافة يا رب؟ نزلا، أي ضيافة، نزلا من غفور الرحيم. والصلاة والسلام الأكملان الأتمان الأعظمان الأجلان على سيدنا نبينا حبيبنا مولانا قدوتنا عشيق قلوبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأزواجه وذراريه. جاء رجل
إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. السؤال صنعة وفن. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: اللهم صل عليه، قل: آمنت بالله ثم استقم. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وأنعم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه، وأوصني وإياكم بتقوى الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، عنوان خطبة اليوم الاستقامة بمعناها الأوسع، مستظلين بمظلة الآية الكريمة التي تقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قالوا ربنا الله، قالوها باعتزاز وبرفع الرأس. ربنا الذي خلق الأرض، نعم، والسماوات، نعم، والعرش والكرسي والقلم واللوح المحفوظ والجنة والنار، نعم، ربنا هذا ربنا. قالوا ربنا الله، وربنا الله تعني الإيمان، تعني الإيمان. ربنا الله حالة روحية تخاطب الروح من الداخل، فتشعر بطمأنينة وراحة نفسية صدرية قلبية، تعطي الإنسان حالة من الأمن والأمان والسلامة والإسلام. ربنا الله حالة روحية. ثم استقاموا، استقاموا حالة مادية. أنا وأنت كل منا مؤلف من مادة وروح، فالجسم مادة والروح روح. الجسم من تراب، ولذلك هنا منجذب إلى التراب. الروح خلقت من السماء، فلذلك الروح منجذبة إلى الأعلى. كل منا متصارع من داخله بين جسم يشدنا إلى الأسفل وبين روح ترتقي بنا إلى الأعلى، صراع بين الروح والجسد. الجسد أيها الأخ الكريم هو من خلق الله. أعيد، الجسد من خلق الله، الروح من أمر الله. ويسألونك عن الروح، قل الروح من خلق ربي ولا من أمر ربي؟ من أمر ربي. ما الفرق بين الخلق وبين الأمر؟ الخلق أن يخلق الله شيئا من شيء، فآدم خلق، جسمه خلق من شيء وهو التراب. الروح خلقت من لا شيء، خلقت من أمر الله، قال الله لها كوني فكانت. فمن عظمة جسدك أنه جمع بين خلق الله وأمر الله، فأنت بين الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر؟ قالوا ربنا الله انتساب إلى الخالق العظيم، ربنا الله إيمان، وربنا الله حالة روحية، استقاموا حالة عملية، حالة مادية، حالة جسدية.
فلذلك قال العلماء الاستقامة هي الولد الشرعي للروح، الاستقامة هي الابن الشرعي للإيمان بالله. فلا يكفي أن تكون مؤمنا بالله، يجب أن تضيف إلى الإيمان عملا صالحا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن اكتفى أحدنا بأنه مؤمن بالله وبوجود الله وبوحدانية الله هذا لا يكفي. والسؤال: أليس الشيطان مؤمنا بالله؟ نعم مؤمن بالله. أليس الشيطان يعتقد أن الله واحد أحد فرد صمد؟ جواب نعم. الدليل قوله تعالى على لسان الشيطان: فبعزتك، الشيطان يخاطب الله، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ودليل آخر قال الشيطان: ربي ربي يا ربي يا إلهي يا خالقي، ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. إذن الإيمان وحده لا يكفي، إن الإيمان بلا عمل هي شجرة بلا ثمر، وهي امرأة بلا ولد، وهي بناء بلا جدر ولا سقف. فلا يكفي الإيمان، استقام. الاستقامة أيها الإخوة الكرام باختصار ليست طلسما أو تحتاج إلى كتب أو إلى فلسفة، علما أنه يكتب فيها ويتكلم فيها مئات الساعات، لكن الاستقامة بشكل مبسط هي أن تفعل ما أمر الله وأن تنتهي عما نهى الله تكون مستقيما. كونك مستقيما، انتبه، كونه مستقيما، كونها مستقيمة، كونهم مستقيمين، كونهن مستقيمات، انتبه. الإنسان المستقيم ليس ملكا مقربا لا يعصي الله ما أمره ويفعل ما يأمر الله، لا. المستقيم ليس نبيا مرسلا معصوما عن الخطأ. المستقيم الأصل عنده اتباع أمر الله، فإن شذ فهي زلة ومكنة الضعف التي جعلها الله في قلب الإنسان. فلا تقول والله فلان ما له مستقيم، فعل وفعل وفعل. المستقيم الأصل فيه الاستقامة، فإن اعوج لضعف ما سيرجع كما كان، كما أنه الغصن إذا هزته الرياح لا بد أن يرجع إلى حالته الطبيعية. استقام. الاستقامة أيها الإخوة الكرام تفيد شخصين وتؤثر على شخصين. الاستقامة تفيد المستقيم في حياته الخاصة، في حياته العامة، في سمعته، في خدمته للدين. الاستقامة هي المتكلم بلا لسان والداعية إلى الله بلا كلام للآخرين. أبسط، هل سمعتم في أوروبا، بالمناسبة أوروبا وأمريكا حبلى في الإسلام ستلده في يوم ما، هل سمعتم في أوروبا رجلا أوروبيا أيا كانت ديانته، هل سمعتم رجلا أوروبيا غير مسلم أسلم لأنه أتى إلى جامع الأموي ورآني أصلي صلاة خاشعة بكيت فيها بكاء مرا فأعلن إسلامه؟ الجواب لا. هل رأيت إنسانا أوروبيا أو عربيا أو أمريكيا
أو آسيويا أو أفريقي، أي إنسان، هل رأيت إنسانا أسلم لأنك في كل 5 أيام تقرأ ختمة كاملة؟ هل رأيت إنسانا أسلم لأنك أخذت السبحة وذكرت الله 24 مرة؟ لا. لماذا دخل في الإسلام؟ دخل في الإسلام لأنه وجد استقامة عندك، استقامة. قال إذا هذا الإسلام والله شيء عظيم فأنا سأسلم. شوفوا يا أخواننا، في علم الدعوة إلى الله وإلى غير الله، في علم الدعوة تريد أن تدعو إنسانا لحزبك، لمذهبك، لطائفتك، لطيفك، فن الدعوة تقول النص والشخص، الشخص قبل النص، التشخيص قبل التنصيص. تبسيط، الشخص قبل النص، فلان من الناس أنا لا أسأله ولا أعتقد به ولا أحبه ولا أناقش بأمر إلا إذا أحببت سلوكه، شخصه أولاً، نصه ثانياً، شخصه أولاً، ثانياً فكره، معاملته أولاً، مناقشته ثانياً، فالشخص قبل النص. وهذا ما فعله، إذا نقرأ السيرة بتعمق بفهم بفقه الواقع، فقه الأولويات، النبي اللهم صلي وسلم وبارك عليه عندما أمره الله أن يجهر بالدعوة بعد 3 سنوات من الدعوة الإسلامية، وقف على جبل الصفا، نادى، القبائل جاءت، ما قال لهم، ما قال له أنا رسول الله، ما حكى بالنص، ما قال لهم أسلموا، ما حكى في النص أبدا. قال أرأيتم، هي الشخص، أرأيتم لو أن رجلا أو لو أنني أخبرتكم أن جيشا وراء هذا الوادي هو قادم لغزوكم، أكنتم مصدقية؟ بس صدقوني، هذا اسمه شخص، تعريف على الشخصية أولا، أنا فلان، إذا آمنت بي، صدقتني، اقتنعت بي، أكلمك. قالوا نعم أنت الصادق الأمين. عرف بالشخص قبل النص، قال بعد ذلك إني رسول الله إليكم. إذن الاستقامة هي الشخص، وما تحمل الاستقامة من داخلها هو النص، فالنص ثانيا والشخص أولا. أقول أيها الإخوة الكرام، كلنا يدعي وصلا لليلى، متخذا ليلى من الناس أو ليلى من الخشب، كلنا يدعي الإيمان. نحن في عقيدتنا وما ربينا عليه من أشياخنا أن كل من يقول لا إله إلا الله فهو مسلم، وما كلفت أن أشق عن صدره لأجد قلبه أهو مؤمن أم غير مؤمن. الناس كلها مؤمنة. ومن هذا الباب أقول إن 1.5 مليار مسلم هم مؤمنون بالله، لا شك في ذلك، لكن عدد المستقيمين تحتاج إلى إحصاء، تحتاج إلى إحصاء. يا أيها الأخ المؤمن بالله، هل دفعك إيمانك وقد علمت أن الصدقة تطفئ غضب الرب؟ هل دفعك إيمانك أن تتصدق؟ اليوم نحن بحاجة للصدقة ولا لا؟ يا أيها المؤمن بالله، تعلم أن الجنة حق وهي محط رضوان الله، هل تعمل عملا يقربك إلى الله ويدخلك الجنة؟ السؤال برسم الإجابة. يا أيها المؤمن بالله، تعلم تمام العلم أن النار حارقة وأنها محل سخط الله، هل عملت عملا ينجيك من عذاب الله؟
هل صلاتك تنهاك عن الفحشاء والمنكر؟ هل صيامك يقودك إلى التقوى لعلكم تتقون؟ هل الحجات التي حججت والعمرات التي اعتمرت واللقاءات التي التقيت والخطب التي ألقيت، هل الحج والعمرة المتتابع جعلك تصطلح مع الله؟ هل اسمك مردد في السماء؟ يقول جبريل في السماء: يا أهل السماء، إن فلانا، إن سعيدا، خالدا، عمرا، بكرا، خديجة، فاطمة، آية، سعاد، إن هذا الإنسان قد اصطلح مع الله فهنئوه. قال: فيهنئه أهل السماء ويكتب له القبول في الأرض. الاستقامة، نوسعها شوية، فتحة صغيرة. الاستقامة أن تكون هناك ترتيب وتخطيط وبناء وفكر وثقافة وعلم وعمل وإخلاص ودعوة إلى الله. الاستقامة أن يكون عندنا في سوريا، عم نحكي عن استقامة السورية، أن يكون عندنا في سوريا عالم ذرة. الاستقامة أن يكون عندنا من كبار الأطباء والعلماء والفقهاء والقانونيين والمحامين. وأقول واحفظها عني، من حقيقة الاستقامة أن يكون أمام كل مئذنة جامع، يعني أن يكون أمام كل مئذنة مدخنة، يعني مصنع، يعني إنتاج، يعني إنتاج، يعني إنتاج. إذا جعلنا أمام كل مئذنة مدخنة فنحن مستقيمون. الاستقامة ألا تحتكر. بعض تجارنا اليوم ما ربوا لا في المدرسة المحمدية ولا في المدرسة العيسوية ولا في المدرسة الموسوية ولا في المدرسة الإبراهيمية، بضاعة كثيرة وأسعار غالية وفقر منتشر. اليوم بضاعة بثمن، وغدا بثمن، وبعد غد بثمن، والفقير اليوم معه مصاري، بكرة أقل، بعد بكرة أقل، بعد اللي بعده لا مال عنده. كم حجة حجيت؟ والله الحمد لله الله أكرمني بعشرين حجة. كم عمره؟ ما شاء الله ما بينعدوا شي 50. ممكن تراعينا للفقير؟ والله الأمور صعبة والأسعار غالية، وعم ناخدها غالي. الله وكيلك ومستودعاتك وبضاعتك والمخزنات والأموال المنقولة وغير المنقولة، والفيلا بالزبداني والبيت في المحل الفلاني والسيولة بين يديك و السيولة في البنك، كل هذا ألا ترحم فقيرا؟ ألا ترحم فقيرا؟ ألا ترحم مشردا؟ ألا ترحم نازحا؟ ألا ترحم من أرضه الوطاء وغطاؤه السماء ومر على بلادنا برد؟ ألا ترحم هؤلاء؟ إن سألك الله يوم القيامة فلان أتاك وطلب منك وأنت تحققت وعرفت أنه فقير ولم تساعد، ماذا ستجيب ربك يوم القيامة؟ من الاستقامة مساعدة المحتاج،
من الاستقامة تعليم الجاهل، من الاستقامة الوقوف إلى جانب الفقير، من الاستقامة أن تربي ولدك تربية صالحة، من الاستقامة أن تكون باراً بأبيك، من الاستقامة أن تكون زوجتك مطواعة لك وأن تكون مطواعاً لها، من الاستقامة أن تحكم بالعدل، من الاستقامة أن تبري البريء وأن تعفو عن المسيء، من الاستقامة أن يكون الولد البعيد عن أمه وأبيه أن يرجع إليهما، فإن كان مذنباً عوقب وحوكم، وإن كان برياً فإن أماً تحت جنح الليل بكاء عبرات دموع أخاديد على الخدود تدعو الله، تريد ولدها، تريد ولدها، تريد ولدها، ولدها الذي حملت وولدها الذي خرج من بين أيديها، خاطف هنا وخاطف هناك، فدية هنا وفدية هناك. أين الاستقامة؟ أين الاستقامة يا قوم؟ حتى تكون الأمة مستقيمة تحتاج أحد أمرين، وهذا ما فعله الإسلام: إما أن يكون عندها وازع إيماني يردعها، وإما حكم قانوني أو حد من حدود الله يزجرها. إما أن تخاف الله، وإما أن تخاف السلطان. الإسلام قال: السارق تقطع يده، لكن ما قطعت ولا يد، لأنه ما وجد فقير ولا سائل ولا مستجد يستجدي الناس. لكن قال: إذا إنسان والحياة في بحبوحة مد يده فسرق تقطع يده. إن قطع يد إنسان واحد وقطع للسرقة كلها. ولماذا لم نرى قطع يد سارق؟ لأن الإسلام ركز أولاً 99% على الوازع الديني الذي في الداخل. أختم فأقول: إن الإنسان المستقيم مقدم على الآخرين. في الحروف الهجائية ألف باء تاء ثاء، الحرف الأول هو الألف لأنه مستقيم، والحرف الأخير هو الياء لأنه معوج ومنعرج ومتعرج. حتى في الحروف، حتى في الحروف قدمت العرب الحرف المستقيم على الحرف المتعرج جعلته آخرا، وهكذا الدنيا تجعل المستقيم في الأول وتجعل المعوج في الأخير. صديقان حميمان يضحي أحدهما بنفسه من أجل الآخر، كانا سارقين، كانا مجرمين، كانا محتالين، كانا مدمرين. أحدهما قال له الآخر: ما بتحبني؟ قال له: والله كتير، تعرف أنت. قال: أريد منك طلبا. قال له: ماذا تريد؟ قال له: أريد أن أتزوج أختك. قال له: واحد مجرم أنا بزوج أختي؟ قال له: واحد مجرم أنا بزوج أختي؟ الحق حق والباطل باطل ولو كره المجرمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله. اللهم ارزقنا الاستقامة يا الله، اجعلنا اللهم من المستقيمين لكتابك وسنة نبيك يا الله. اللهم ارزق المسلمين الاستقامة على طاعتك ورضاك ومحبتك يا الله.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وأنعم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، إسلامنا يحتاج إلى علم، وعلى قدر علمك بالإسلام تعظم هذا الدين. يعني كان يقولوا فلان مستقيم، يعني ما شاء الله في المسجد وراسه بالأرض وشعراته طوال وما بيحاكي حدا ومسبحته بحاله، فلان مستقيم يعني لحد الآن ما تزوج ما بده يظلم حدا، فلان مستقيم قاعد لحاله بحاله باله لا يكلم أحدا. سؤال، سيدنا محمد اللهم صل عليه مستقيم ولا ماله مستقيم؟ هل جلس في بيته؟ زوج؟ تزوج. أنجب أولادا؟ أنجب أولادا. كان قائد جيش وقائد معركة؟ كان كذا. كان رئيس دولة؟ كان رئيس دولة. كان خطيبا؟ كان خطيبا. كان إماما؟ كان إماما. كان يمشي مع الناس؟ كان يمشي مع الناس. كان يحل مشكلاتهم؟ كان. كان يتعرض للأذى؟ كان يتعرض للأذى. النبي اللهم صل عليه. فليس الاستقامة ناخذ تكأ من التكأ ونجلس فيها فأنا مستقيم. سيدنا محمد اللهم صل عليه بيقول، احفظ هذا الحديث ينعشني، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. يا ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أوقع الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين يا أرحم الراحمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. من أراد لبلادنا وشعبنا خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد لهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر، واجعله عبرة لمن يعتبر. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم رد الغائبين إلى أهليهم. اللهم رد الغائبين إلى أهليهم. اللهم رد البعيدين إلى أهليهم. اللهم رد المغتربين إلى أوطانهم. اللهم رد المغتربين إلى أوطانهم. اللهم رد المغتربين إلى أوطانهم. اللهم رد هؤلاء العابثين بالوطن إلى رشدهم يا أرحم الراحمين. اللهم من ضلل منهم فاهده هداية من عندك يا أكرم الأكرمين، ومن كان مجرما فعاقبه على قدرك وقدرتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن الشام شامك، وإن اليمن يمنك، وإن سورية سوريتك، وإن العباد عبادك، وإن العبيد عبيدك. نلجأ إليك في محراب العبودية، في محراب الذل والمذلة بين يديك، نسجد بجباهنا من أجلك يا أرحم الراحمين. نتوسل بالأنبياء، نتوسل بالمرسلين، نتوسل بحفظ كتاب الله بالشباب التائبين أن تفرج عنا يا أرحم الراحمين. يا رب، هذا الشعب شعب مؤمن يستحق المعونة منك. يا رب، إن كنت تريد أن تؤدبنا فبما جرى يكفينا من التأدب يا أرحم الراحمين. لم تعد نفوسنا تطيق ذلك يا أكرم الأكرمين. اهدنا في من هديت، عافنا في من عافيت، ردنا إلى حقيقة ديننا مردا جميلا يا خير المسؤولين.
واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين أجمعين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، اتقوا الله والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، سيدنا ونبينا محمد رسول الله.